خايفه يكون في زعتر كلات زعتر. تحياتنا لكم مره جديده. عموما يعني احنا من متابعتنا لمواقع التواصل الاجتماعي بنلاقي احيانا في ناس لازم الواحد يسلط الضوء عليهم ومواهب رائعه وحلوه، اشياء هيك خفيفه ولطيفه، وكثير ناس استغلوا انستغرام ليفتحوا البزنس تاعهم او مشاريع معينه، ومنه احنا صرنا نشوف افكار جديده ومميزه، ومنها كرييتيف كورنر اللي عملوهم هالصبيتين المميزين. مرحب فيكم، اهلا وسهلا فيكم باسراء شاهين. اهلا وسهلا فيك يا اسراء. ومروه فخوري، اهلا فيك. أهلاً يا مروه. اول شيء بدي افاجئ كل اللي عم بتابعونا زي ما انا تفاجات. اسراء احكي لنا، او اسراء صح؟ اسراء اسراء احكي لنا انت ايش دارسه اساسا؟ انا دارسه هندسه كهرباء. ومروه هندسه مدنيه. هندسه مدنيه وهندسه كهرباء بالضبط. يعني هلا بدي اياكم كل اللي عم بتابعونا فوتوا على صفحتهم على انستغرام كرييتيف كورنر وشوفوا الشغل عشان تفهموا علي ليش مظلومه. طيب احكوا لي كيف طلعتوا بهاي الفكره؟ هي اصلا كان عندنا اوريدي نحن شغف بهالمواضيع، الديكور والتنسيق وهالشغلات، يعني حبينا نبعد شوي عن مجال تخصصنا ونشتغل شيء فيه شيء بنحبه يعني، ونسعد الناس اللي بنسوي لهم. فاجت بدنا نحن طلبنا نفتح مشروع، فقلنا ليش ما نفتح بشيء نحبه نبلش فيه ونشتغل فيه ونسعد الناس اللي نحن بنشتغل معهم. وقد ايه لكم تقريبا مبلشين يعني بالموضوع؟ يعني تقريبا سنه يعني مش اكثر. ومروه خبرتيني انت مفاجاه كمان، انت مخلصه ماسترز السنه الماضيه؟ لا الصيفيه الماضيه. الصيفيه الماضيه. طيب يعني شهر بس قبل شهر هلا يعني ما شاء الله عليكي. وقعدتوا مع بعض وقررتوا واتفقتوا على هذا الشغل؟ يعني احنا حسينا في البدايه انه حابين نلاقي شيء مشترك بيناتنا، وفي دائما يعني حسينا انه ممكن يكون عندنا ذوق، وممكن انه من ناحيه الترتيب ومن ناحيه التنسيق انه ممكن نلتقي في هذا الموضوع، وقلنا ليش ما يكون بزنس يعني ونبلش فيه هيك بشغلات بسيطه كبدايه. يعني ايش بلشتوا؟ بايش بلشتوا تقريبا؟ بلشنا حفلات تخرج. حفل التخرج نحن اول شيء بلشنا حفل التخرج. لا كم من شخص تقريبا؟ تقريبا 20 30 شخص هيك مش اكثر. ما كانت حفله كبيره يعني، ما كانت حفله كثير كبيره اللي بلشنا أوكي. فيها. اوكي، وايش بتبلشوا يعني؟ مثلا لما بيجوا بحكي معك حدا بقول لكم انه عندي ايفنت معينه، قلنا كيف بيتم التنسيق وكيف بترتبوا ومن وين بتجيبوا افكاركم؟ هلا مبدئيا احنا بنبلش، هي اللي اكثر شيء بيركزوا عليه الكورنر، ديزرت كورنر اللي بيكون فيه مثلا حلويات، حلويات بيكون فيه باك جراوند محطوط عليها اسم، ديزاين معين، بلالين على حسب شو بتطلب الكلاينت، واحنا على اساسها بنبلش يعني نشوف شو الافكار، نشوف شو الثيم اللي في بالها وبنبلش على اساسهم. هلا احيانا نحن بنعتمد على شخصيه الزبون كمان، نشوف شو هو بميل، نحن بنسوي حسب ما هو بده يعني. يعني انا هذا اللي اسالكم اياه، هل انتم مثلا بتعطوهم الافكار اللي موجوده عندكم واللي بتشوفوا هم ايش حابين؟ واذا شيء مش لابق مثلا مع الثيم تاعتهم هل بتقولوا لهم مثلا مش ظابط؟ هلا احيانا في ناس بتكون عارفه شو بدها، يعني خلص مقرره انه انا بدي هذا الثيم، انا بدي هاي الفكره، وناس احيانا يعني بدهم انه انت تحكي لهم انه انتم ايش ايش فيكم. هون ببلش نحن نحلل شخصيتهم ونشوف شو ممكن يزبط معهم. هي نعم نشوف بعض الاشياء اللي انتم عم تعملوها، اعياد ميلاد بتعملوا كمان صح لاطفال؟ الاطفال حتى الكبار يعني، هذا عيد ميلاد حدا شخص كبير. هاي برايدل شاور، حفله وداع. اوكي، حفله عروس. عروس نفس الشيء، هي حفله وداع كانت جاها وحفله وداع بنفس اليوم. هاي التخرج كانت. هاي تخرج. وكيف بتنسقوا افكاركم بينكم وبين بعض؟ هلا الحلو فينا نحن التنتين افكارنا كثير متشابهه، يعني احنا كثير بنلتقي بالذوق مع بعض، فواحدة بتخطر علينا فكره الثانيه بتكملها بالضبط. طب قد ايه بدهم يعني الواحد اذا بده يحكي معكم قبل بقديش من كل مناسبه لازم يحكي معكم ويتفق معكم؟ هلا احنا بشكل عام يعني مينيمم بنحب انه بناخذ راحتنا يعني اسبوعين مثلا، بس احيانا في ناس بتقرر كل شيء مثلا قبل خمسة ايام اسبوع هيك، بنكون قادرين يعني نلبي كل شيء. برافو عليكم. فاذا تخريج مثلا مباركات، حتى ممكن خطب صغيره يعني او شيء زي هيك، ممكن بحديقه يعني اشياء. وبتستلموا كل شيء فروم اي تو زي، بتعملوا كل شيء من بالضبط بالالف للياء يعني، يعني الاكل الحلويات كل شيء. وهو على حسب شو بيكون مطلوب يعني حابب منا، احنا بنحاول نوفر يعني. هو دائما بحب الواحد يريح حاله لما يجيب حدا يعمل له هيك اشياء بسيطه، فدائما خلص يعني انه
انه نخلص من اي تو زي انتم عليكم. لا وبيني وبينكم انا صرت اشوف كثير مثلا موضوع مباركات الصغار، يعني احنا شو الواحد بحط هالكيكات بحط هالكراويه وبحط هيك ومشي حالك يعني. هلا بوفيه مفتوح صار خلص يعني فكره عم تتطور اكثر، الناس بدهم شغلات جديده صاروا هذا الحصن لكم طبعا. بس هلا اللي بده يجيب اولاد بيقول لي يا ويلي مباركه بحط مبلغ مقدره يعني مش لا هي يعني دافع الانسان بده شيء مرتب وبده شيء يكون يعني ذكرى له يكون حلو يتذكر يشوف انه طلع انا شو سويت. هلا احنا انت كمان يعني لما تعملي هيك شيء عم بتخلي مناسبتك خاصه، ما عم يعني دائما بتحاولي انك تخلي هذا الشيء مميز وما بنتسى. مزبوط. احنا هذا بالضبط هي الفكره تبعتنا انه احنا نعمل اشياء انه خلص بتضلها ذكرى حلوه والناس تتذكرك فيها بمناسبتك. برافو. وفعلا مثلا مرات الواحد بيحضر مباركه بيحضر عرس بقول لك هذا غير عن اي شيء ثاني. حتى الاعراس يعني صرنا نحس مثلا الاشياء اللي مبالغ فيها كثير خلص بتمرق زيها زي اي شيء ثاني. بالمقابل لما الواحد يكون عامل هيك شيء سبيشال او مميز بضلها بالبال، ذكرى هيك يعني بضل يتسترجع في الذكرى لها يعني. مزبوط. طيب انا بدي اسالكم سؤال هلا، اذا هيك في ناس عم بتابعنا، ايش عندكم نصائح صغيره بتقدر تعطوهم اياهم لايفنتس معينه عندهم اياهم، لاشياء صغيره عندهم اياهم؟ يعني بعرف قديش بكون عندكم افكار واسعه هلا، بس هيك نصيحه منكم لكل الاشخاص اللي بحبوا يعملوا هذا الشيء. هلا مبدئيا دائما انه ما تتركي او ما تترك حالك لاخر لحظه. مزبوط. دائما كن محضر حالك بوقت وما تعجق حالك وما تعجق اي حدا ثاني. البساطه اهم شيء، يعني ياخذ كل شيء ببساطه، ما يحاول كثير يحط عجقه في الحفله ويجيب كل شيء، يعني هذا بخرب برضه الشيء الترتيب. انتم بتقسموا بين التنتين مثلا انه مثلا اسراء علي 1 2 3، مروه عليكي 1 2 3؟ هيك بتقسموا. انتم كثير منظمين؟ انا بحس هذا الشيء بده تطور صراحه لحد ما حتى يعني بالوقت دائما يعني في حدا عم بنظم مواعيد كل شيء، يعني انه شو بدنا نعمل شو بدنا نساوي وين بدنا نروح كيف بدنا نجيب اشياء معينه، دائما في حدا يعني ترتيب زمني بده يكون. طبعا يعني سؤالي لكم، كل هاي المواد اللي انتم بتستخدموها متوفره؟ يعني مرات الستاندز مرات هدول الاشياء بس بدهم شغل يعني. احيانا احنا بنفصل اشياء تفصيل. ما انا هذا سؤالي لكم. يعني احنا احيانا بنفصل اشياء تفصيل، اشياء ممكن نجيبها من يعني اذا سافرنا لقينا شغله هيك ممكن نجيبها معنا، يعني بضل يعني شغف الواحد فبضل الواحد يسعى، بضل الواحد يفكر ايش ممكن يعمل اشياء جديده ايش ممكن يسوي. طب من وين بتجيبوا افكاركم؟ يعني كل موقف له فكرته، ولا مثلا انا بعرف قد بنترست مثلا بساعد كثير ناس. هو بالضبط بنترست يعني كثير بيجيب لنا افكار، برضه نحن احيانا نكون ماشيين بنشوف فكره بتعجبنا ديكور الوان، يعني هي كلها اشياء بتوحي لنا لشغلات نعملها. في احيانا يعني ناس بس بيعطونا هيك مثلا انا بحب المكان الفلاني، زي في حفله كان فيها سانتوريني انه هيك زي الستايل الشبابيك والورد وهي والالوان الالوان بيبي بلو. كثير حبينا الفكره يعني اعطتنا مجال نبدع هاي الفكره. بالضبط. شوفوا ما احلاها. مزبوط. حتى المجنونه اللي منزلينها. أيوة بالضبط. أيوة. كثير قريبه. كثير حلو. فكثير يعني يوميتها انبسطت هيك كانت هي بس حكت نعمة. بدي سانتوريني، فما تخيلت انه ممكن يطلع هيك زي ما هي ببالها. برافو عليكم كثير. طيب مثلا اذا في ناس بيعطيكم فكره بتحسوا انه مش لابقه للشيء اللي هو فيه، يعني شكله صارت معكم مروه عم تضحك، فايش بتعملوا؟ لانه بعرف نخليه ناثر عليه نبعد عن الفكره نورجيه ليش هي فكره مو ظابطه. نحاول نورجيه افكار ثانيه بالاخر ممكن يقطع عليها ممكن نضيف لمستنا او انه احكوا لي موقف هيك مضحك صار معكم شيء، يعني انه جد ناس طلب منكم شيء حسيتوا انه شبه مستحيل. هلا مو شبه مستحيل، هو احنا يوميتها كنا محكومين بالوقت، في انه شاب حب يعمل يوم كان بدهم يلبسوا خواتم او دبال، كان حابب يعمل زي بروبوزل بالحديقه. وكان كل فكرتهم انهم بدهم حديقه مضويه وكل شيء، يعني خلال 3 4 ايام كنا عاملين كل شيء، كان بدهم مجسم بروبوزل ميري مي كبير حطيناه وجبنا اضاءه وجبنا ورد وجبنا كل شيء. والله الشباب رومانسيين صايرين بالنازل. احنا كمان اكثر شيء عجبنا انه يعني اكثر شيء حمسنا في هذاك اليوم انه بعد المناسبه هاي اتصلت الام فينا وصارت على التليفون تبكي تقول لي انه شكرا هذا احلى يوم بحياه بنتي، صارت تبكي وانه فرجتنا الفيديو، فعلا كان شيء بجنن. فاحنا من وقتها حسينا انه
انه هذا شغف، انه هذا يعني انه قد حلو تفرحي انسان بهالطريقه يعني. لانه متفاجئه شبابنا يعني رومانسيين صايرين يعملوا بروبوزل. احنا تفاجئنا كمان. ايه في اشياء بتفاجئكم. صراحه ما شاء الله عليهم صايرين مثل الافلام. برافو برافو، شيء بيرفع الراس صراحه. فيعني تخريج، حفلات وداع، عيد ميلاد، عيد ميلاد واعياد ميلاد صغار او كبار كمان ممكن تعملوها. في احيانا هاي كمان صار الأعياد الميلاد لعملتوها، بس هاي أكيد بالصيف صح؟ هاي بالصيف. حلو كتير. ومثلا إذا حدا عنده ثيم معين تقدروا تحكوا لها لمروة وإسراء، بس هم بيطلعوا منهم وفيهم الأفكار التانية صح؟ وبتحكيكم ما شاء الله عليكم، وعن جد شغلكم كثير لفتنا أنا ونادية وجد. وإحنا عم نتطلع هيك على صوركم حسينا قديش في ذوق، وهذا الإشي يمكن صعب الواحد يكون يعني هذا، يا إما أنت مولود فيه يا إما ما عندك إياه. فالله يوفقكم. وكرياتيف كورنر بتقدروا تتابعوهم على إنستغرام وتتواصلوا معهم لأي إشي بدكم إياه. فيعطيكم ألف عافية إسراء ومروة، شرفتونا ونورتونا. شكرا. حياتنا لكم. رح ناخذ فاصل صغير ونكمل ما تبقى من يوم جديد، خليكم معنا.